يقضي أبو كرار معظم وقته مع طائر البلبل، فهو شغف رافقه منذ الصغر في تربية هذا العصفور الذي لا يكاد يخلو بيت أو دكان في البصرة من وجوده، حيث يحرص الكثيرون على تدجينه للاستمتاع بطلاقة لسانه وحسن صوته. هواية من الطفولة، يعني هي فشي من الطفولة، عندك هواية الطيور أو البلابيل. طائر البلبل أيقونة البصرة وأكثر طيورها المغردة، يتصف بالوفاء ويألف صاحبه بدرجة كبيرة. صالح، وبفعل صحبته الطيور سنوات طويلة، فقد جعلت منه خبيرا بتفاصيل عالم عصفور البلبل. طبعا احنا بلابيل مخصيب عندنا، يعني بلابيل مفضل على العالم كله، مو بس يعني مو بس بالعراق يعني. فهسه قلت بلابيل مخصيب، ظهرت عندنا بلابيل القطعه والمطوعه، تمتاز باللغات القويه، اقوى من بلابيل المخصيب. البلابل اعتادت على ان لا تبني اعشاشها لاجل التكاثر الا فوق اشجار النخيل، ومن جريد هذه الأشجار تصنع أقفاصا تراثية يحلو للبصريين تربية البلابل فيها. البصرة بها نخل وبها أشجار عالية وناصية، بها بساتين، بس يتكاثر بها على مود العنب مالها وعلى جنسها، التمر على طول ما يحبه هو ياكل عنده. وعلى الطير ويحطلع الطير مرة يرجع للقفص ماله. يكثر بيع البلابل في سوق الطيور بمنطقة البصرة القديمة، ويحذر مختصون من الصيد الجائر الذي يطالها، خصوصا في موسم تكاثرها الذي قد يجعلها عرضة للانقراض. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.